السلام عليكم، معكم الأخ عبد الرحمن هكير. غنشوفوا الآن الشرح ديال الفريزال فيرب كمعرب. مثال الأول: هي كيم أب تو مي إن سيد كمان علي. أوكي، هي كيم أب تو مي يعني جا لعندي، جا في هذا الاتجاه لعندي. إند سيد وقال كمان علي. أوكي، يعني كمان يقدر فيها تفضل أو أوكي معنى آخر. Donc, he came up to me and said, come on, Ali. Donc, هنا came up, هي جا لعندي. اوكي، جا في الاتجاه لعندي. اوكي، هنا مثال اخر: I'm going to have to cancel our lunch. يعني I'm going to have to cancel. غادي cancel هي غادي انيولي. اوكي، غادي نبطل our lunch، ما غاديش يعني غنعتذر على الغداء ديالنا. اوكي، نانيوليو الغداء ديالنا. علاش؟ سام ثانكس كام اب. اوكي، شي حاجه جات اللي هي مهمه وخاصني اوكي خاصني نكنسل اور لانش، خاصني انيولي الغداء ديالنا باش نديرها. سام ثانكس كام اب، شي حاجه جات. اوكي، دونك كام اب يمكن تستعملوها الشخص اوكي اللي جا، او يمكن لكم تستعملوها لشي حاجه جات على غفله. اوكي، ويعني حاجه او سيرفيس هذا جات كما شي حاجه جات. اوكي، دونك اما سامثينغ، اما شخص، اما سامبادي. دونك يمكن لكم تستعملوها بجوج. دونك الى ان نلتقي باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله.